الخامسة صباحا بتوقيت غرينتش، الأخبار من بي بي سي. ترامب يلمح لأول مرة بشكل علني لاحتمال خروجه من البيت الأبيض في يناير القادم، ودعوات لمظاهرات اليوم في واشنطن تأييدا له. جبهة البوليساريو تعلن شن هجمات على مواقع للجيش المغربي في منطقة الحدود ردا على عمليات شنها الجيش في الصحراء الغربية. الأمم المتحدة تعلن اتفاق أطراف الصراع الليبي في اجتماعات تونس على إجراء انتخابات عامة في ديسمبر من العام القادم. لبنان يبدأ اليوم إغلاقاً عاماً وحظر تجول ليلي لمدة أسبوعين لاحتواء تفشي كورونا بعد تخطي عدد الإصابات حاجز 100,000. وتتابعون في النشرة أيضاً، في خطوة تاريخية تعيين سيدة لأول مرة مديرة فنية لفريق بيسبول رجالي في الولايات المتحدة. أسعد الله صباحكم. النشرة بالتفصيل تصحبكم فيها سوسن صبوح. ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأول مرة بشكل علني بأنه قد لا يصبح رئيسا بعد يناير كانون الثاني المقبل، وقال في خطاب بشأن رد حكومته على تفشي فيروس كورونا إن إدارته لم تفرض إغلاقا على الشعب الأمريكي، لكنه أضاف أنه لا يعرف أي إدارة ستكون في البيت الأبيض مستقبلا وأن الوقت وحده هو الذي سيحدد. جاء ذلك في وقت حصل فيه منافسه الديمقراطي على 306 أصوات، بينما بلغ عدد الأصوات التي حصل عليها ترامب 232 صوتا. ومن المقرر أن تخرج مسيرة تأييد لترامب اليوم في العاصمة واشنطن لمنع ما يصفونه بسرقة الانتخابات. دونالد ترامب الرئيس الأمريكي يقر لأول مرة بشكل علني بأنه قد لا يكون رئيس البلاد بعد يناير كانون الثاني، ففي خطاب ركز على تعامل إدارته مع أزمة وباء كورونا قال ترامب إن حكومته لن تفرض إغلاقا على الشعب الأمريكي، لكنه أضاف بأنه لا يعرف أي إدارة ستكون في المستقبل وأن الوقت وحده هو الذي سيتكفل بتوضيح ذلك، إلا أنه لم يقر بفوز جو بايدن بالانتخابات ولم يرد على أسئلة الصحفيين بهذا الخصوص. هذه الإدارة لن تفرض أبداً إغلاقاً تاماً على الشعب الأمريكي، وأنا لا أعلم أي إدارة ستكون موجودة في المستقبل، الوقت وحده كفيل بتوضيح ذلك. وكان بايدن انتقد بشدة إدارة ترامب لفشلها في إدراك خطورة الأزمة الصحية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا، وقال إن الاستجابة الفيدرالية القوية والفورية كانت مفقودة بشكل مؤسف، وأن البيت الأبيض في عهد ترامب بحاجة إلى الاعتراف بشكل عاجل بمدى خطورة الوضع. وسجلت الولايات المتحدة على إجمالي يومي لحالات كوفيد-19 بأكثر من 150,000 حالة، فيما يقترب إجمالي الوفيات بالفيروس هناك من 250,000 حالة. إلا أن ترامب في مؤتمره الصحفي أشار إلى أن شركة فايزر فاقت التوقعات وأعلنت أن لقاحها فعال بنسبة 90% حسب تعبيره، مؤكدا أن إدارته ستعمل على توزيع اللقاح لعموم الأمريكيين. ملايين الجرعات ستكون متوفرة قريباً وجميعها جاهز في انتظار الموافقة النهائية، وبحلول شهر أبريل نيسان القادم سيكون اللقاح متاحاً لجميع السكان باستثناء بعض الأماكن كولاية نيويورك. تأتي هذه التطورات فيما حاز المنافس الديمقراطي جو بايدن على 306 من أصوات المجمع الانتخابي في مقابل 232 للرئيس الحالي وفق ما أعلنت وسائل إعلام أمريكية كبرى. وعزز بايدن تقدمه على ترامب بفوزه في ولاية جورجيا المحسوبة تقليدياً على الجمهوريين، أما ترامب فقد فاز في ولاية كارولينا الشمالية، ما رفع حصيلته من أصوات المجمع الانتخابي إلى 232، وبايدن هو الفائز في الانتخابات
منذ أن تجاوزت الأصوات التي نالها بعد فوزه في ولاية بنسلفانيا عتبة 270 صوتاً يوم السبت الماضي. محمد القباني، بي بي سي. ومعنا عبر سكايب من واشنطن الصحفي والخبير في الشأن الأمريكي حافظ الميرازي. أهلا بك سيد حافظ، يعني هل يعني تلميح الرئيس الأمريكي اليوم بأنه قبل الخسارة؟ بالطبع قبول الخسارة هو المنتظر منه، لكنه يرفض أن يقول ذلك. هي أول تلميح إلى أن الحقيقة بدأت تستقر لديه، وأنه بدأ يفيق إلى الواقع بأن الفارق كبير جدا، أن محامي الرئيس ترامب وحملته الانتخابية بدأوا حتى يتنازلون عن دعاوى قضائية كانوا رفعوها مثلا في ولاية أريزونا التي كسبها بايدن، وزارة العدل التي ضغط عليها لكي تطلب بالتحقيق في أي تلاعب أو تزوير، بدأ قلق شديد من 16 من المدعين الفيدراليين في رسالة إلى وزير العدل يرفضون هذا الأسلوب وأن يتحولوا إلى متحزبين لحزب من الأحزاب، 23 من المدعين العام الديمقراطيين في الولايات يحتجون على ذلك، بالتالي هناك ضغوط كثيرة أنه سيقبل في نهاية المطاف الأمر، لكنه يؤجلها ويؤخرها. سمعنا بالأمس أصوات لبارزين في الحزب الجمهوري يعني متقبلين لفوز بايدن، هل شكل ذلك ضغطا على الرئيس ترامب حتى يعني طلع اليوم بهذا التلميح؟ ربما تكون المفاوضات غير المعلنة بين قيادات الحزب الجمهوري وبين الرئيس ترامب هي التي جعلته بدأ يمهد لهذه اللغة، لكن العدد الذين تحدثوا علانية من الجمهوريين محدود، لا يتجاوز 4 إلى 6 أعضاء من 53 أو 54 عضوا جمهوريا في مجلس الشيوخ الأمريكي حتى الآن. زعيم الأغلبية الجمهورية ميتش ماكونيل يزعم بأنه لم يتحدث حتى الآن مع الرئيس ترامب، لكن هم يعلمون أنهم قد يخسرون على الأقل بعد عامين في انتخابات تغيير ثلث الأعضاء، قد يدفع الحزب الجمهوري ثمنا كبيرا، لأن هناك تحذير من أن التأخير يؤثر على الأمن القومي الأمريكي كما حدث بعد أحداث 11 من سبتمبر بسبب تأخير الانتقال من إلى جورج بوش الابن في فترة كلينتون الأخيرة. طيب ستشهد العاصمة واشنطن مسيرات تأييد لترامب اليوم، يعني هل من الممكن أن تخرج هذه القاعدة الشعبية لترامب في الولايات المتحدة ككل عن السيطرة؟ من الممكن أن تخرج عن السيطرة بالطبع، لأنه أولاً المجموعات التي ستتجمع وبدأت تنزل إلى واشنطن منذ الليلة السابقة أغلبها من اليمين المتطرف المؤمنين بالتفوق العنصري للبيض، هناك الجماعات الأخرى المعادية للمسلمين التي جاملها من قبل ترامب، كما أنه ينوي أو لمح في تغريدة بأنه قد يخرج ليحييهم. هؤلاء سيواجهون على الناحية الأخرى الكثير من مؤيدي بايدن ومن حركة حياة السود مهمة والمعادين للفاشية، وربما بالطبع لا يستطيع الشرطة أن تمنع أي اصطدامات لا نعرف هل ستكون كبيرة أم صغيرة. الصحفي والخبير في الشأن الأمريكي حافظ الميرازي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من واشنطن. قال رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني إن تدخل قوات بلاده بمنطقة الكركرات جنوب الصحراء المغربية يهدف إلى إنشاء جدار عازل يشكل طوقا أمنيا لتدفق البضائع والأشخاص عبر المنطقة العازلة لربط المغرب بموريتانيا، غير أن وكالة الأنباء الصحراوية قالت إن المغرب فتح 3 ثغرات جديدة في الجدار العسكري بمنطقة الكركرات لمهاجمة متظاهرين سلميين، مضيفة أن جيش التحرير الشعبي الجناح المسلح لجبهة بوليساريو قد رد
على ما وصفته بالاعتداء، فيما استنكرت الجزائر بالشدة ما وصفته بالانتهاكات الخطيرة لوقف إطلاق النار في منطقة الجرجرات. تقرير مراسل بي بي سي لشؤون شمال أفريقيا بسام بونيني. لم يدم الهدوء النسبي في الصحراء الغربية طويلة، يدفع المغرب بقواته العسكرية إلى جرجرات، المنطقة العازلة المتاخمة للحدود الموريتانية. تقول الرباط إن قرار التحرك جاء رداً على الاستفزازات الخطيرة وغير المقبولة لجبهة بوليساريو، وتضيف أنها تسعى لإعادة إرساء حرية التنقل المدني والتجاري. جرجرات التي تمثل شريان الحياة بين المغرب وموريتانيا حوصرت من طرف العشرات من الصحراويين منذ 21 من الشهر الماضي، فتقطعت السبل بالآلاف بعد شل الحركة بين البلدين. ونفت جبهة بوليساريو أن تكون وراء منع الشاحنات من العبور، لكنها قالت إن هيئات صحراوية عبرت بشكل سلمي على حد قولها عن الإحباط مما تصفه بفشل البعثة الأممية لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية في مهامها، بيد أن قيادات ميدانية قالت إنها ردت على ما وصفته بالاعتداء. وجدت وحدات عسكرية مغربية، وزامن هذا الخروج مع خروج مجموعات من البطاشية، ما يعرف البطاشية هذه التسويت اللي جنتها العبد المغربي، وبالتالي مرقت. من أين مرقت؟ قايسة رجلي، مباشرة رجلي الصدى تصدي بطولي شهم. وللجار الموريتاني علاقات دبلوماسية مع جبهة بوليساريو منذ عام 1984، ولم تشهد العلاقات بين الجانبين أي توتر، لكن نواكشوت وجدت نفسها محرومة من بوابتها الشمالية، مما دفع بها إلى تحريك قواتها باتجاه جرجرات. وتشهد أزمة الصحراء الغربية ركوداً في الوقت الذي تسعى فيه جبهة بوليساريو إلى تنظيم استفتاء يحدد مصير الإقليم المتنازع عليه. بسام بونني، بي بي سي. أعلنت الأمم المتحدة أن الليبيين المشاركين في مفاوضات تحت رعايتها في تونس اتفقوا على إجراء انتخابات وطنية في ديسمبر كانون الأول من عام 2021، ما ينعش الأمال في إنهاء النزاع المستمر منذ نحو عقد من الزمن. ويأتي الإعلان في اليوم الخامس من المحادثات التي شارك فيها 75 مندوبا من هيئات ومجموعات حكومية من مختلف الأطياف السياسية والاجتماعية الليبية. ستكون هذه الانتخابات أول انتخابات في ليبيا منذ عام 2014، وتهدف محادثات تونس للتوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة انتقالية جديدة تعمل على توفير الخدمات والتحضير للانتخابات الوطنية، بالإضافة إلى معالجة الأزمة الاقتصادية وتفشي فيروس كورونا. وتعقد المناقشات في تونس بالتوازي مع محادثات عسكرية في مدينة سرت الليبية تركز على آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في تشرين الأول أكتوبر الماضي. هذه النشرة متواصلة معكم وفيها: لبنان يبدأ اليوم إغلاقاً عاماً وحظر تجول ليلي لمدة أسبوعين بسبب كورونا، مع تخطي عدد الإصابات 100,000. في خطوة تاريخية، تعيين سيدة لأول مرة مديرة فنية لفريق بيسبول رجالي في الولايات المتحدة. يدخل لبنان اليوم السبت مرحلة الإغلاق التام لمدة أسبوعين مع منع تجول جزئي، وذلك في إطار تدابير مواجهة وباء كورونا في البلاد. وقالت السلطات إنها ستتخذ إجراءات صارمة بحق المخالفين، حيث أن البلاد قد بلغت مرحلة الخطر الشديد في ظل عدم قدرة المستشفيات على استقبال المزيد من المصابين بحالات حرجة. هذا وكان لبنان قد تخطى عتبة 100,000 إصابة بالوباء، مع ازدياد ملحوظ بعدد الوفيات. قبيل كل 100 شخص
في شخصين بكون معهم كورونا. إذا بنقربها أكثر بس ما بدي تفلوا من القاعة، يعني كل 50 شخص في حكماً واحد معه كورونا، وهذا الشخص معرض إنه يصيب شخصين أو ثلاثة أو أكثر. هذا إذا ما راح على مقتم، ما راح على حفلة، على قاعدة، على عشاء، اعتبرنا أنه صارت المخالطة كبيرة. فالوضع كتير خطير. نحن عم نحكي نسبة الشفاء 50%، يعني 50 الباقيين شو صار فيهم بلا ما نحكي. نسبة الوفيات كمان عم تتصاعد. الناس جاعة، كفرت الناس من انتيابها، يعني ويلو الإنسان يطعم أولاده، ويلو يفوت على بيته ياخد لقمة أكل ياكلها بقلب بيته، ما عم يلاقيها. ما في دولة، في دولة تمشي تعطيك يعني تصرف عليك مثل البلاد برا، ما في، يعني بدك تجود من الموجود، الناس تلتزم نتفي تخلص. هلا فكرك بجمعتين رح تخلص؟ ما رح تخلص. خراب بيوت على كل العالم منا وجود. كلنا تعبانين، ما حدا مرتاح. يجري وفد عسكري روسي كبير محادثات في العاصمة التركية أنقرة على مدى يومين لبحث إنشاء مركز لمراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في إقليم ناغورنو كاراباخ المتنازع عليه بعدما وقعته أرمينيا وأذربيجان برعاية روسية. ويقول مراسل بي بي سي في تركيا إن اتفاقا جرى بين موسكو وأنقرة على مشاركة مراقبين أتراك في عمليات المراقبة الجوية لسير عمليات حفظ السلام في المنطقة. وفد روسي رفيع المستوى يضم أكثر من 20 شخصاً وصل إلى العاصمة التركية أنقرة لإجراء محادثات تقنية وتكتيكية بهدف تشكيل غرفة عمليات مشتركة ومركز مراقبة لتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين أرمينيا وأذربيجان برعاية روسية. المركز سيقام وفقا للمسؤولين الأتراك في أراض تسيطر عليها أذربيجان على أن يتم نشر قوات حفظ السلام الروسية في الجانب الأرميني من الحدود المتاخمة لأذربيجان. نحن حاضرون ميدانيا وسياسيا في اتفاق ناغورنو كاراباخ الذي تم إبرامه بين أذربيجان وأرمينيا، وقد تم رسم إطار هذا الاتفاق بعد محادثات ولقاءات جرت مع الجانب الروسي. تنفيذ عمليات حفظ السلام سيتم من قبل الوحدات العسكرية الروسية فقط، وسيكون لدينا مهام مشتركة مع تركيا تتمثل بمراقبة الوضع في منطقة عمليات حفظ السلام من الأراضي الأذربيجانية عبر الوسائل التقنية. المشاركة التركية في عمليات المراقبة ستقتصر على طائرات مراقبة من دون طيار للإشراف على عملية تنفيذ بنود الاتفاق الذي يقضي بانسحاب القوات الأرمينية من مناطق كالبجار وإقدام ولاتشين بحلول كانون الأول ديسمبر المقبل، ومن دون أي تواجد عسكري تركي على الأرض. وهي آلية تقول أنقرة إنها ستضمن إحداث توازن في عمليات مراقبة الاتفاق الذي أنهى 6 أسابيع من القتال الدام بين الطرفين. مركز مراقبة العمليات سيقام في المكان الذي تحدده أذربيجان، وسيقوم بوظائف مهمة، ومن خلال هذا المركز ستتم مراقبة المنطقة بالطائرات المسيرة. مراقبون هنا يرون أن لدى تركيا مصالح كثيرة في إنجاح هذا الاتفاق، سواء تلك التي تتعلق بضمان استمرار خطوط نقل الغاز والطاقة من أذربيجان إلى أراضيها،
وبفتح ممر آمن كما ينص الاتفاق بين إقليم نخشفان الانفصالي وأراضي جمهورية أذربيجان، وهو ما سيؤمن لتركيا تواصلاً جغرافياً مع دول جنوب القوقاز وأواسط آسيا بعد انقطاعها عنه جغرافياً منذ نحو قرن. التواجد الروسي العسكري على هذا الخط هل فعلا سيكون ظرفي مؤقت أم أنه موسكو ستحاول أن تفرض نفسها عسكريا من خلال الإشراف على إدارة حركة المرور في هذا الخط بين إقليم نخشيفان وبين أذربيجان؟ المرحلة المقبلة إذن مهمة في العلاقات التركية الروسية. الوفد الروسي سيبحث أيضا ملفات تتعلق بسوريا وليبيا، لكن الأهم برأي كثيرين هو أن تنجح محادثات أنقرة في وضع آليات مراقبة قادرة على تثبيت وقف دائم لإطلاق النار في كارباخ يمكن البناء عليه لجهة تأسيس سلام دائم في منطقة أدمتها الصراعات لعقود طويلة. شهد الكاشف، بي بي سي، إسطنبول. يواصل متظاهرون في العاصمة الأرمينية يريفان احتجاجهم على اتفاقية السلام التي وقعها رئيس الوزراء نيكول باشينيان، وذلك مطلع الأسبوع الجاري مع أذربيجان، وتقضي بانسحاب القوات الأرمينية من أجزاء من إقليم ناغورنو كاراباخ وأن تحتفظ باكو بالأراضي التي سيطرت عليها قواتها هناك في القتال الأخير. واندلعت موجة من الغضب في يريفان عقب الاتفاق الذي وقع بوساطة روسية. ارحل يا نيكول، هكذا طالب آلاف المتظاهرين الأرمن رئيس وزرائهم نيكول باشينيان بالاستقالة بعد توقيعه على اتفاقية سلام مع أذربيجان الاثنين الماضي بشأن وقف القتال في ناغورنو كاراباخ. يقول بعضهم إن الاتفاق الذي وافقت يريفان بموجبه على الانسحاب من أجزاء من هذا الإقليم إلى جانب المناطق المجاورة له التي احتلتها أذربيجان في التسعينيات يعتبر خيانة للوطن. لا توجد كلمة يمكن أن أقولها لمن باع وطننا بشكل سري، لقد خاننا ويجب أن يرحل. جئت هنا لأقول إن باشينيان عليه أن يسعى لإجراء محادثات مريحة بالنسبة لنا، ويجب أن تستعيد أرمينيا ما فقدته، وإذا لم يفعل ذلك عليه أن يرحل. أما الجنود الأرمن الذين عادوا إلى العاصمة يريفان بعد خوضهم معارك دامية استمرت 6 أسابيع في الإقليم الجبلي الواقع في جنوب القوقاز، فكان لهم حضور لافت في المظاهرات ذاتها. نحن هنا اليوم لنحمي حدود بلدنا، فلا يقتحم أعداؤنا حدود بلدنا أرمينيا بعد هذه الاتفاقية المخزية بشأن كاراباخ. سنقف إلى جانب بلدنا وندعم شعبنا بكل ما نستطيع. ويرى هؤلاء إنه كان يتعين على رئيس الوزراء استشارة شعبه قبل الموافقة على الاتفاق الذي تم بوساطة روسية، غير أن باشينيان كان قد حذر في حديث له على فيسبوك من إمكانية وقوع خسائر أكبر ما لم يتخذ ما وصفه بالقرار المؤلم، وذلك بعد سقوط مدينة شاشة ثاني كبريات المدن بالإقليم في أيدي القوات الآذارية. لكن مبررات باشينيان هذه لم تلقى قبولاً لدى المتظاهرين الذين توجه المئات منهم للبرلمان للمطالبة بعقد جلسة طارئة لإقالة رئيس الوزراء. يأتي هذا في وقت تجرى فيه مباحثات روسية تركية بشأن المراقبة المشتركة لوقف إطلاق النار في الإقليم من قبل موسكو وأنقرة. ورغم أن الحديث عن مراقبة تركية لم يأتي ذكره في الاتفاق المبرم بين أذربيجان وأرمينيا، فإن أنقرة حليفة باكو تؤكد أنها ستراقب مع موسكو تطبيقه. إيثار شلبي، بي بي سي. تعهد المسؤولون في سيبيريا الروسية بتحسين خدمات الإنترنت في قرية نائية بعدما قال تلميذٌ إن عليه أن يتسلق شجرة يبلغ طولها 8 أمتار حتى يتمكن من الاستماع إلى دروسه عبر وسائل التعلم عن بعد. وقد دفعت الخدمة المتردية للإنترنت في القرية دفعت التلميذ إلى السير في الغابات لتسلق هذه الشجرة في وقت أدى فيه تفشي وباء كورونا إلى الاعتماد على الإنترنت في العملية الدراسية.
أعلن فريق ميامي مارلينز أحد فرق الدوري الأمريكي لكرة البيسبول تعيين أول سيدة لمنصب المدير العام للفريق في تاريخ اللعبة، وتعتبر المديرة الجديدة وتدعى كيم نيج أول امرأة تتقلد هذا المنصب في تاريخ الرياضات الأمريكية على الإطلاق. وبدأت نيج مسيرتها الرياضية في اللعبة كمتدربة قبل أن تعمل لصالح فريقي نيويورك يانكيز لكرة البيسبول ولوس أنجلوس دوجرز، حينها قالت إنها تستبعد تماما إمكانية أن تتقلد أي سيدة منصبا قياديا بأحد فرق الدوري الأمريكي. صرح المتحدث باسم اتحاد الكرة المصري أسامة إسماعيل لبي بي سي، صرح بأن الاتحاد بصدد إجراء المسحة الثانية لثلاثة لاعبين في فريقي مصر وتوغو قبيل لقاء مرتقب للفريقين اليوم السبت، وذلك ضمن المنافسات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية. وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن في بيان أن مسحة أجريت على لاعبي المنتخب المصري أظهرت إصابة اللاعب الدولي محمد صلاح بفيروس كورونا، فيما جاءت المسحة سلبية لباقي الفريق. إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه النشرة، أشكر متابعتكم ونلتقي بمزيد من الأخبار على رأس الساعة.